عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا سؤال يا شيخ بعد إذنك. اسأل. دلوقتي يا شيخ لو أحد الأصدقاء يعني أتى موعد عيد ميلاده وهنأنا به، أو هنأنا يعني كما يحدث يعني بين الأصدقاء بحالة على الواتس، يعني نهنئه به وندعو له، يعني هذه بدعة. جائز؟ بدعة. بدعة؟ طبعا. هل سمعت يا أصحابي هنأ الآخر بعيد الميلاد؟ سنن من سنن الكفار دخلت بلاد المسلمين. طب ماذا أفعل يا شيخ إذا أحد أصدقائي هناني، إذا جاء مثلا يوم مولدي؟ إذا هنأك هنئه بس. لا رد عليه؟ رد عليه إذا جاء يهنئه، كله ادعو له، لكن ما تبدأش أحد أنت. حسن تمام. الله يبقى.